تقريبا ده افشخ تيزر شفته السنه دي من بعد التيزر بتاع فيلم الجوكر مثلا. يعني ازيكم يا جماعه؟ النهارده في سيفلر رياكشن جديد على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو فيلم كينجزمان الجزء الثالث. انا عن نفسي ما عجبنيش الجزء الاولاني والثاني نهائي. كنت عارف ان كان هينزل جزء ثالث، وقلت لنفسي ان انا مش هتفرج على الجزء الثالث لان الجزء الاولاني والثاني بصراحه ما عجبونيش خالص. انا اساسا ولا بحب جول ادجرتون ولا بحب كولين فيرث، ما بحبهمش خالص. لا الجزء الاول عجبني ولا الجزء التاني عجبني. انا كنت عارف ان في جزء تالت كان في فعلا كان هينزل، بس لما عرفت ان الكاست هيبقى مختلف ولما عرفت ان هو هيبقى بريكوال لكينجزمان ذا سيكريت سيرفيس، ده ممكن اكون اتحمست شويه للفيلم لان الكاست مش هو هو، واتمنى يبقى احلى من الجزء الاول والجزء التاني. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. We found ourselves noblemen. I know you want to fight, but there are other ways of doing your duty. Come on. التريلر يعني ده تيزر، اولا مش اوفيشال تريلر، ده تيزر معمول بطريقه مش طبيعيه. الاخراج تحفه بجد، يعني حتى الشوتات اللي متاخده تحفه، يعني خرب بيت العظمه. يعني ايه ده؟ لا طبعا وش هتفرج عليه الفيلم ده، وش هتفرج عليه ده. انا يعني فعلا بجد انا فرحت ان مش موجود ولا جول ادجرتون ولا موجود كولين فيرث. انا رالف فينس طبعا انا بعشقه، بس الولد اللي معايا ده انا ما اعرفوش، انا اول مره اشوفه. في اخدت بالي كمان في ديجمن هونسو الاسمراني اللي كان عامل فيلم بلاد دايموند وكان عامل جلاديتر، اسمه هاريس ديكسون. ده اول مره اسمع عنه. واللي بسطني اكتر ان هيبقى فيه في الفيلم ايرن تايلر جونسون، الولد اللي كان عامل نكتورنال انيمالز ولا كان عامل كيك اس، كان عامل حاجات كتير. انا بحبه جدا الممثل ده، انا بحس ان الممثل ده اساسا مش هياخد حقه خالص اساسا. يعني هيبقى فيه كمان سالي توتشي. الاخراج لماثيو فون، هو نفس المخرج اللي كان عامل كينجزمان الاولاني وكان عامل كينجزمان الجزء الثاني وكان عامل كمان كيك اس الجزء الاولاني. هو برضو المخرج بتاع اكس مان فيرست كلاس. موعد عرض الفيلم في 14 فبراير 2020 السنه الجايه ان شاء الله، وطبعا نسبه ترقبي 8/10. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها للتريلر. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.